تنظيف الحافر مهم جدا، سواء قبل الركوب أو بعده أو تنظيفه المستمر الدوري. ليش؟ لأنه يتعرض لإصابات فطرية، وهذه الفطريات المرضية تعشق الظلام وتعشق الرطوبة، ففي هذه الأخاديد اللي موجودة في بطن الحافر تكون عرضة ومكان جيد للإصابة في الفطريات، ويسمى تعفن الحافر ثرش. شوف هاي السهمين تؤشر على الأخاديد، هذا أخدود وهذا أخدود وهذا أخدود، وهذا يصلح لأن يكون وسط لنمو الجراثيم وإصابتها، لذلك يجب التخلص منها. شكرا.